كنشكروك. عندنا جوج ديال الاسئله مركبين في سؤال واحد. السؤال الاول كتوجه لسيادتكم اتهامات بانكم كتمولوا الجسم الصحفي بمبالغ ماليه يوميه في الموسم باش انها تبين الوجه، يعني الوجه غير الايجابي. ساعه الله يخليك. هذوك الاسئله ديال اعداء النجاح ما عندنا ما نديروا بها. هذوك اعداء النجاح حاولوا ما خلاو ما ديروا. ما جاوبوهمش. لدرجه انهم داروا شي مسائل ما بغيتش نجبدها، فهمتني؟ هذا ما نجبدهمش انا وما ندويش معاهم، هذوك اعداء النجاح. الجسم الصحفي كنشكرو، هذو لي بيلي، هذو لي بيلي ديال الموسم هما هاد الناس. فهمتني؟ هادو هما اللي سوقوا الموسم، هادو هما اللي وصلوا للموسم العالمية، وغنجيو نتهموا بشي أمور خاوية. المهم ما خصناش نبقاو نهضروا في هادشي، الموسم كبر على هادشي. الموسم كبر على هادشي. عدد الزوار السيد فاطمة شحال وصلنا دابا؟ عطات استفهام هاد العام. قلنا أرقام، قال لك الخيال العلمي، هاد السيد كيقول أرقام فلكية. غنخليها نوقف استفهام. عدد الزوار اللهم صل عليك يا رسول الله خيالي. وهادشي كنا كنتظروه، راه قلت لكم وننتظروا السنة الجاية. انتظروا السنة الجاية، راه من دابا الناس كتقول لنا هذا العام راه كما كيقولوا ما حضرناش، ولكن العام الجاي حنا جايين. بزاف الناس. الوزيرة رشيدة داتي هذيك راه أصبحت من كما كيقولوا الناس ديال الموسم، هذيك راه ولات أون أمبليم ديال الموسم. الحمد لله الموسم ناجح بكل امتيازات، بقي ما كنديروش أنا، بقي كيديروا المواطنين الناس. الحمد لله كنسمعوا لنا في الشارع كيفاش كيشكروا، كيفاش كيشجعوا، كيفاش الحمد لله الموسم نجح بكل المقاييس. سير فاطمة في اطار الزاح العمراني كيفاش كتشوفوا؟ كنخمو الحمد لله هاد لا زون دابا اللي كاينه هادي زون ديال الموسم. الموسم بدا كيكبر، خصنا نفكروا ديك البوسيجور مازال فيه اراضي فارغه، خصنا نفكروا. وعندنا الحمد لله كيتواكب مع البلون داميناجمون ديال سيدي بوزيد، راه في قيد الدراسه باش هذيك الارض هي غادي نديروها زون ديال الموسم. والجامعه خصها من دابا تبدا تقتني على موسم مولى عبد الله. انا كنقدر نقول لكم اليوم هاد النسخه بالنسبه لي هي انطلاقه موسم ولا انطلاقه الحقيقيه هي بالنسبه للموسم. واش غادا تطبع هاد 10 ايام غتبقى اوفيسيل؟ انا كنقول غادا تبقى مادام نجحات، مادام الناس هذاك، وكاين مطالب باش تكون اكثر. راه مشيت عند زوار، مشيت عند بيع وشرايه، جزاره، صيدليات، ما خليت فين درس كنسمع، قال لك الله يجزيك بخير، بغينا كاين جوج. وانا 15 يوم تيسالك على الاقل هذيك 15 يوم راه الرواج كان ركود في الجيده الاخوان، راكم كلكم من الجيده، كلكم شويه في الجيده. كانوا شي عيادة خفية بغاو ما بغاوش الموسم ينجح. كانوا قليلة باش نعطيها أهمية، قليل بزاف، حاولوا ما خلاو ما داروا. بحالاش بحال الروكار اللي مشاو لاحوا في الحجر وقال لك ما كاينش. أنا عندي فيديوهات كتوثق بأن لي شيفون، شيفونات لقيناهم خشينهم في هذاك. بالله عليك ملي كنقول أنا خنشة ديال الحجر وكاين وضو واحد كيقول لك اتهمنا، ما اتهمت شي واحد، ما اتهمت حتى واحد، لان هذا السيد اللي كيقول لك اتهمنا عنده يد في هذه المسائل هذه، سنوضعوا حد لهذا الشيء هذا، لان ما يمكنش واحد انا كنقول لقيت خنجه ديال الحجر، وواحد الصباح كيخرج وكيهلل وكيغوت وكيقول لك اتهمنا، انا ما اتهمت حد، ولكن كما كيقولوا هاد السابوتاج كان، وكان حقيقي. غتاخذوا اجراءات قانونيه في هذا الشيء؟ شوف اجراءات قانونيه ماشي شي حاجه كبيره، واحد واد حار فاض ما نكبروش لومبلوغ، ولكن هاد الناس هادو حاولوا باش يفسدوا هاد النسخه، دفعوا ما خلاو الناس خدمات بزاف الامور، الحمد لله تصدينا لها. راه كان فين ما كطرى شي حاجه كنتصداو لها في الحين. بخصوص الشركه المنظمه كنبغي نشكرو جزيل الشكر بكل صراحه، قام بواحد المجهود كبير، جا معطل راه حتى بقات واحد 15 يوم. انا عارف بان هذاك الشيء المسائل ديالو هو الماليه ديالو وداك الشيء، لانكم كتعرفوا باش تقلب لي سبونسور وتقنع لي سبونسور، ولكن هو قال لي انا عندي تحدي. انا سي فاطمي نهار الاول قلت الله يجزيك بخير واش عارف اش كدير، قال لي انا عندي تحدي، انا معاك واخا نعرف نخسر من جيب بحال هكا، خرج ما خرجش هذيك المساله كتبقى ليه. اللي بالنسبه لي انا هو الموسم نجح لي الموسم، الله يجزيه بخير، بين بانه رجل شجاع، راه ماشي سهل انك جيت تغامر هذه المغامره هذه، فهمتني؟ انا اللي كنتكلموا راه هذه ماشي مغامره ديال الكلام، ولا هذا الجيب، هذه فلوس. كيف السيد كان قد كلمته، كنبغي من هذه المنابر هذه انني نشكره، جزيل الشكر هو وكاع الناس اللي سهروا على التنظيم، كنبغي نشكر السيد الوالي بشكور، لان بكل صراحه جا عطانا دفعه قويه، السيد عامل الاقليم نتبع معنا الامور، السلطات المحليه كامله، لا السيد الباشا ولا السيد القائد ولا الاعوان كاملين، الناس ديال الدرك الملكي مشكورين. تيني كنهضر على الدرك الملكي على اعلى مستوى اللي صيفطوا لنا تعزيزات امنيه مشدده، والجمهور لحظه، القوات المساعده كذلك، راه كانت واحد العناصر كثيره
هذا العام كانت واحد الدفعه قويه الناس ديال الوقايه المدنيه كذلك حيت راه تقريبا راه 123 فرد هادشي كلشي هو اللي خلى ان الموسم ينجح الموسم راه ماشي واحد الموسم راه هاد المجموعه هذه كامله اللي كتدبر الموسم الان نقدر نقولها موسم مولاي عبد الله خصو طريقه اخرى الاخوان حنا كاملين نفكروا الله يجزيكم بخير كيفاش ان الموسم الان اصبح موسم عالمي خصكم تعرفوا بان هاد السنه الاخوان خيمه ديال الوثاق 10 على 6 مشى لموريال وتحط في موريال باسم موسم مولاي عبد الله في واحد الفيستيفال كبير اللي مشارك فيه تقريبا واحد 32 دوله وكانت هذاك الرواق كيقولوا لي هو الرواق اللي تزار اكثر لان كانت فيه الخزانه سميناها خزانه ديال مولاي عبد الله كانوا فيها السروجة كان فيه كل شيء اللي كيبين على التراث المغربي وكانت فيه شاشه كبيره اللي نقلات التبوريده ونقلات بعض السهرات ديال موسم ديال مولاي عبد الله حنا كنروجوا باش موسم مولاي عبد الله يصبح موسم عالمي حنا الاخوان وصلنا للاوج ديال التنظيم ديالنا حنا لسنا بمحترفين ما كنفهموش في هذا الشيء، انا راه كون ما كانتش الشركة كتعاون معنا راه امور اخرى، حال الان مولاي عبد الله باش نفكروا له، مولاي عبد الله اصبح واحد المعادلة صعبة، مولاي عبد الله بين بأن ماشي غير موسم ديني وثقافي، ولكن حتى موسم اقتصادي، مولاي عبد الله لعب واحد الدور كبير في الرواج الاقتصادي ديال هذا الصيف هذا، بالتالي أصبح موسم اقتصادي اللي كيضرب له ألف حساب وحساب، الملايير تروج في هذا الموسم هذا ما بغيتش نعطي عاوتاني واحد الشيفر باش ما نخرجش عاوتاني في الكاريكاتير يعني ما نخرجش ثاني في الكاريكاتير بالنسبه للبارديه واش كتعطي البارديه 50 مليار اللي كدور في الموسم واش هذا رقم شوف انا كنقولها انا هي اللي قلت هي اللي انتم راكم حاضرين معنا واش بين هذا الفضاء هذا اللي كاين ديال الموسم فيه 300000 راه فضاء كيكون بعض المرات فيه 600 700000 800000 في النهار حنا خدينا 300000 إلا خدينا 300000 درنا في 10 ايام قدنا 3 المليون ديال الزوار خشيبات هذه حساب ديال الخشيبات 3 المليون ديال الزوار نديروا الواحد غير خسر 300 درهم اقل واحد غير خسر 300 درهم راه كنهضروا على 90 مليار حساب ديال الخشيبات راه هنا كاين اللي كيخسر 10 المليون الناس ديال الخياله كاين اللي كيخسر 20000 30000 40000 درهم راه كيفوق راه ملي كنهضروا على 150 مليار راه ربما كنهضروا على شي في صغيور راكم نتوما كتشوفوه تبارك الله البيع والشراء وكل شيء داير والرواج الاقتصادي وكل شيء الحمد لله محرك هاد الارقام ما نقولهاش نقولوا باش نديروا الخطا دوك الناس نقولوا 30 مليون نصغروا نبسطوا نكذبوا راه هذيك عطاني الارقام عاد نكذبوا اما الحقيقه راه هي هذه الحقيقه اللي بغاها واللي ما بغاهاش مولاي عبد الله اصبح موسم مليوني كتخلموا على الملايين ديال الزوار كتخلموا على الملايير ديال 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 السنتيمات اللي كتخسر في هذا الموسم هذا ماشي اللي كتخسر اللي كتروج انا بالنسبه لي ماشي خساره هذيك انا كره روج ثاني توقع غادي يكون رقم قياسي هذا كتكون استثنائيه هذه كتكون استثنائيه ان شاء الله وهي اللي غادي نختموا بها الموسم ديالنا انا بغيت نختم ولن باش نشكركم نتوما بكل صراحه انا اللي كنشوف انا وكنقرا وكنشوف بعض التهجمات اللي جات من الصحفي اللي ما كاين لا يليق داكشي داكشي ديال المستوى فهمتيني كنبغي نشكركم لانكم نتوما تفضلكم عندكم واحد معلوم راه حنا خديت المناعه حنا راه قلتها لهم قلت لهم راه مات هادشي ما كيضرنيش بالعكس عاد كيزيد يقويني وكيزيد يشجعني لان داكشي اللي كيديروه حنا راه كنخرج في الزنقه وكنقاتل 5 الصباح في الموسم وكنتلاقى مع الناس اقسم لكم بالله العلي العظيم الا كاملين كيقول لك الله يغلبك عليهم الله ما قليل القلال عطينا واحد لومبلور كبيره لشي ناس اللي لا يستحقون حتى ديك الكرام بالتالي انا كنبغي نتجاوز هادشي انا كنبغي نشكركم الاخوان الصحفيين العمل اللي درتو وعلى لانكم نتوما اللي وصلتوا الموسم لهذا الناس دابا الناس والله العظيم كيطلبوا من برا ماشي حتى من المغرب كيقول زيد واحد الاسبوع راه حنا متبعين في الفيسبوك والاخوان الصحفيين كنشروا داك الشيء متبعين السهرات حنا عايشين معكم هذه الاجواء المغرب كله يتكلم على موسم العرض باش راه ما عندنا حتى شي حاجه راه عندنا نتوما راه نتوما اللي كتنقلوا هادشي والصوره الجميله والحقيقيه راه ماشي كنمشيو نقلبوا على شويه زبل مليون حنا نبداو نصوروا فيه ولا واحد فاضت واحد الخراجه نبداو نصوروا فيها ونقولوا فضيحه ديال الموسم ديال مولاي عبد الله ليست بفضيحه هادشي اللي وقع في كاع المدن ولكن انتوما اللي روجتوا الموسم وروجتوا الصوره الحقيقيه اللي وصلت لجميع المغاربه راه الاخوان راه ذاك النهار انا من لوطورو جينا حتى المعلق الطوموبيل على الطوموبيل كنت سارة في الموسم الله ما صل لك على 6 كيلومتر ديال الطريق والناس الاقتدار راه المساله اللي خدينا ديال اننا منعوا السير والجولات راه كان عندنا واحد الاستباقيه
وعارفين بان هاد الارقام غتكون. قلت لكم في الندوه الصحفيه ديال 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 اللي درنا قبل من الافتتاح ديال الموسم، قلت لكم توقعوا بان غتكون ارقام خياليه. حيت شحال من واحد في الاول قال لي والمنع ديال السيارات راه ما يمكنش ودارت على واحد الدرجه، كنت صائب ملي تخذ القرار. علاش؟ لان كنا عارفين هاد الكم. تصوروا دابا كون كانوا السيارات كيدوروا ومع هاد الناس هادو فين كنا غنوليو؟ راه امبوسيبل، لا يمكن، لدرجه ان كنحبسوا الناس ولا اكتضاد. راه شي جوالان ديال رجلين واحد شويه كان غيتبروك، راه برجلين داخل الجوالان ديال رجلين الموسم كان غيتبروكا وتبروكا. راه كاين بعض الازقه اللي كتلقى الازدحام، الحركه غادا تخيله. علاش؟ لان كلشي جا لمولى عبد الله، كلشي كيتخدم على مولى عبد الله. وانتظروا السنه الجايه الاخوان، انتظروا السنه الجايه، اقسم لكم بالله راه هنا نقول لكم غتشوفوا شي 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 عجب اللي ربما يا اما خصنا نجروا البحر اما خصنا نجروا البحر شويه باش نوسعوا مولى عبد الله، ولا خصنا نلقاو شي طريقه واحده اخرى. سؤال اخر سؤال اخر حمزه، يعني تكلمتي على يعني كاين الحمد لله انت عاشق شي صالح في 10 ايام من بين 365 يوم، انا اللي غنسولك انت كرئيس جماعه من بعد هاد 10 ايام الناس ديال مولى عبد الله بخصوص الشباب اللي ما خداميش كيتسناو الموسم من العام لعام باش يخدموا غارديان ولا يخدموا شي خدمه اللي بغاو. شوف انا الاستفاده ديال الساكن ديال الجامعه ديالك، انا نقول لك انا الدور ديالي الموسم كيبقى موسم راه كيتعاش، راه كلشي راه اللي كان ضروري. كنت كتعاش مولى عبد الله غير 10 لا انا جاي ماشي انا جاي انا الان كنقولوا اش كاين. انا الدور ديالي هو انني نوجد الاستثمار، نوجد الجو العام الاستثمار. هادشي انا راه كنديرو، نوجد الجو العام الاستثمار. هادشي راه كنديرو، راه عندنا اكبر حظيره صناعيه غتكون في المغرب ان شاء الله، خدامين كنوجدوا لها، عندنا شركات كيجيو. باش نقول لك اللي بغى يشتغل كيلقى الطريقه باش يشتغل. انا راه الى شفتوا الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت عند الافتتاح ديال الموسم، راه خصنا نديروا فيها تساؤلات ونشوفوا دوك الناس اللي كانوا واقفين. كاين واحد العدد ديال الناس اللي كانوا قبل ما تولى رئاسه الجماعه كانت عندي 400 و500 كتجي و600، وكانوا عندي واحد العدد كبير ديال المشاكل الحمد لله، وكانت عندي يوميا احتجاجات لا على المال على الضوء لا على. انا ربما سمحتوا لي الاخوان حنا نبقاو في الموسم ديال مولى عبد الله، بغيتوا مور الموسم مولى عبد الله نديروا واحد الندوه صحفيه مرحبا بكم، ونعطي الحصيله، نعطي الحصيله بالارقام وندير لكم واحد العرض وتعرفوا المجهود اللي دار فهمتيني باش تعرفوا، ونعطيكم الاعداد ديال الوليدات ديال شحال اللي خدموا، لان عندي متوفره لا عارف شحال خدمنا لا في بونطاط ولا في ريبا ولا مع لو سي بي ولا مع نبقى نحسن لكم هادشي كامل اللي وفرنا واحد الجو ديال الاستثمار ومازال جاي ان شاء الله. نحن مقبلون على واحد الحي صناعي اللي غادي تكون فيه 13000 هكتار قدامي في الدراسات، غادي يكون اكبر حي صناعي في المغرب وربما في افريقيا. مولاي عبد الله سوف تعرف واحد التغيير كبير ان شاء الله في السنوات المقبله. ثاني انا كندعوكم لان ما كاينش الوقت هنا فين نتكلموا، ندوه صحفيه غنعلن عليها ان شاء الله في الدخول ان شاء الله في الدخول السياسي ان شاء الله اللي قريب ونتكلموا فيه على راسنا. سؤال اخر كلمه ساكنه مولاي عبد الله ساكنه مولاي عبد الله بكل صراحه ساكنه مولاي عبد الله، حنا غنختم بالزوار ساكنه مولاي عبد الله كنبغي نقول لهم الله يجزيهم بخير، كنشكرهم جزيل الشكر. كاين شويه ديال ما غاديش نقول ازعاج ماشي ازعاج، شويه ديال لا في السير والجولان ولا مولاي عبد الله مدينه صغيره فيها واحد 14000 حتى 18000 ديال الساكنه كندوي على السونتر ديال مولاي عبد الله يكونوا عايشين كتجي هاد الوقيته هادي. ولكن سمح لي راه الناس مرحبا بي مرحبانين شرفه هاد الموسم كله واقف عليهم، وناس خيرة الناس كيف هادشي كلشي راه هما فرحانين به وقابلينه وكيقولوا للزوار زيدوا ثاني يجيو ثاني اكثر من هادشي راه حنا كنرحبوا بكم. وللزوار كنقول لهم شكرا 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 شكرا. عرفتوا علاش؟ هاد السنه هادي شنو ولينا نفت انتباه المغاربه كاملين، راه ما لفتش انتباههم الخشبه ولا التبوريده ولا اللي لفت انتباه ديالهم هو الكم الهائل ديال المغاربه اللي جاو، الكم الهائل ديال الزوار اللي جاو. راه المغاربه في الفيسبوك كيبارطاجيو واش كيبارطاجيو؟ ديك الاكتضاض وديك الناس والطوموبيلات مسفين والطريق عامرة وكيقولوا اش كيقولوا؟ كيقولوا انا شفتنا في الفيسبوك كان حاجه كيقول لك اسيدي مولاي عبد الله راه ما بقاش موسم ولا حج، كاين اللي كيقول لك مولاي عبد الله خصو الفيزا، كاين اللي كيقول لك مولاي عبد الله بغيتي تقلب على شي مغربي تلف لك سير مولاي عبد الله المغاربه كاملين مشاو مولاي عبد الله. راه هاد الحويجات الحلوين الزوينين اللي كيطلقوا هاد المسائل هادي هي اللي كتخلي ان ما يميز مولاي عبد الله السنه هو داك الكم الهائل ديال الزوار اللي كنبغي نشكرهم، كنقول لهم مرحبا بكم. والسنه الجايه ان شاء الله غادي نديروا مجهود كبير ثاني ان شاء الله باش نوفروا احسن. راكم لاحظتوا الاخوان هادي واحد السنين وحنا جايين طالعين، السنين وجايين حنا طالعين. السنه الجايه ان شاء الله من دابا ان شاء الله
غير ندخلوا ان شاء الله كما كيقولوا نرتاحوا شويه وغادي نديروا واحد 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 الاجتماع ان شاء الله باش نشوفوا اش يمكن لينا نوجدوا المولى عبد الله. حنا كنا كنتسناو مولى عبد الله حتى كيقرر بعد كنبداو، ولكن هذه السنه هذه ان شاء الله بكم الهائل اللي كاين بداك الشيء اللي كنتسناو السنه المقبله كنتسنى من دابا نتشمروا على على هضره على ونبداو نوجدوا ان شاء الله النسخه الجايه ان شاء الله.